زي ما اتكلمنا قبل كده عن الدراسة في رومانيا وعن جودة التعليم هناك وعن قد ايه ان فرص التعليم هناك في المجالات المختلفة فرصة كويسة جدا تحديدا للطلاب العرب، وكمان ناقشنا جودة التعليم والحياة هناك عاملة ازاي واتكلمنا في كل التفاصيل دي. النهاردة برضو هنكمل كلامنا ده وهنتكلم عن جامعة مميزة جدا موجودة في رومانيا، وهي جامعة أوراديا الحكومية. وطبعا الجامعات الحكومية في رومانيا جامعات قوية جدا وترتيبها عالي جدا ما بين دول أوروبا، عشان كده النهاردة هنعرف كل تفاصيل الجامعة دي وهنعرف ازاي نقدر نقدم عليها ونتقبل فيها، وكمان هنعرف الأسعار والشروط وكل التفاصيل المتعلقة بجامعة أوراديا. بس قبل ما نكمل كلامنا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير عشان الكل يستفيد. معاكم إبرام من الخوارزمي أكاديمي، ويلا بينا نبدأ. خلينا في الاول كده نعرف شويه حاجات ومعلومات عامه عن رومانيا كبلد. طبعا رومانيا هي من الدول الاوروبيه المميزه جدا، وهي عضو في الاتحاد الاوروبي، ورومانيا هي عاصمتها بوخارست، وبتعتبر رومانيا من اكثر الدول الامان في اوروبا لان معدلات الجريمه فيها قليله جدا. فبالتالي رومانيا كبلد هي بلد كويسه جدا من حيث جوده الحياه، وكمان طبعا جوده التعليم اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. خلينا كده نعرف في البدايه لمحه او نبذه عن جامعه اوراديا، ونعرف هي الجامعه دي اتاسست امتى وازاي. في البداية خالص الجامعة دي كانت عبارة عن كلية واحدة، وهي كلية الحقوق، وكانت تعتبر أول أو أقدم كلية موجودة في أوروبا الشرقية كلها، وبدأ واحدة واحدة مع الوقت كل شوية يزيد كليات تبقى موجودة في المؤسسة دي أو في الجامعة دي. وبعد وقت طويل جدا وسنة 1990 قررت الحكومة الرومانية إنها تأسس جامعة كاملة اسمها جامعة أوراديا، ويكون موجود فيها 15 كلية مختلفة. فتعالوا نعرف كده شوية حاجات ومعلومات عن جامعة أوراديا بالأرقام. طبعا الجامعة فيها 15 كلية و49 قسم و27 مركز بحث، فيها اكتر من 120 برنامج دراسي في كل المراحل الدراسية، سواء البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. كمان فيها مكتبة ضخمة بتضم 30,000 مجلد تقريبا، والمميز للناس اللي بتحب الرياضة ان فيها 7 صالات للالعاب الرياضية المختلفة زي كرة القدم وكرة السلة. اخر حاجة بتهم الطلاب جدا هي ان فيها مساكن طلابية بتسعى لحوالي 1300 طالب. طيب السؤال اللي هيجي في بالك دلوقتي كطالب، ايه هي الكليات اللي موجودة في جامعة أوراديا دي، أو إيه هي المجالات اللي أقدر أدرسها في جامعة أوراديا الحكومية في رومانيا؟ زي ما قلنا هم 15 كلية، أولهم هم كلية الطب والصيدلة وكلية الحماية الطبية وكلية الفنون وكلية البناء والمساحة والهندسة المعمارية وكلية الجغرافيا والسياحة والرياضة وكلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلوماتية وكلية هندسة الطاقة والإدارة الصناعية وكلية الهندسة الإدارية والتكنولوجية وكلية التاريخ والعلاقات الدولية والعلوم السياسية ومدرسة القانون وكلية الآداب وكلية المعلوماتية والعلوم وكلية الاقتصاد وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وآخر حاجة كلية اللاهوت الارثوذكسي. السؤال هيجي في دماغ ناس كتير جدا، وهي هيقولوا انه جامعه اوراديا هي جامعه حكوميه، وبالتالي اكيد لغه الدراسه هي اللغه الرومانيه. الحقيقه على الرغم ان لغه الدراسه هي اللغه الرومانيه فعلا، الا ان في تخصصات قويه جدا وهي يمكن الاقوى موجوده في جامعه اوراديا بيتم تدريسها باللغه الانجليزيه. وانا مش بقول لك اقوى تخصصات وخلاص، هم فعلا اقوى تخصصات، ان لما الاقي الطب والهندسه والاقتصاد واداره الاعمال بيتم تدريسهم باللغه الانجليزيه فهي فعلا من التخصصات المميزه جدا، ويمكن دي الميزة اللي بتجذب طلاب كتير جدا من طلابنا العرب او حتى طلاب دوليين كتير جدا لجامعة أوراديا الرومانية. طيب معدلات القبول تقريبا كام في التخصصات المختلفة اللي احنا بنتكلم عليها في جامعة أوراديا؟ يعني لو حد حابب يحسب بالظبط هو مفروض يكون مجموعه كام عشان يبقى حابب ان هو يقدم على جامعة أوراديا، هنعرف دلوقتي كل التفاصيل. بس قبل ما نعرف خلينا افكرك انك لو محتاج تتواصل معانا في اي وقت هتلاقي ارقامنا موجودة في صندوق الوصف، هتلاقي الارقام كلها موجوده، وكمان في الشريط اللي قدامك دلوقتي هتلاقي الارقام متوضحه، تقدر تتواصل معانا في اي وقت وتستفسر عن اي حاجه. نرجع تاني لمعدلات القبول، لو هندرس مثلا تخصص زي الطب البشري باللغه الانجليزيه فهنبقى محتاجين ان معدلنا ما يقلش عن 75%، اما باللغه الرومانيه فالمعدل ما يقلش عن 70%، اما باقي التخصصات ما بين ال 60 وال 70% تقدر تدرسها بمنتهى السهوله. ولو انت عايز تدرس طب بشري ومجموعك اقل من 75% او اقل من 70%، كامل الفيديو للآخر عشان تعرف ازاي تتقبل في جامعة أوراديا حتى وانت مجموعك اقل من 70%. وخلينا دلوقتي نتكلم عن الرسوم اللي موجودة، الرسوم الدراسية اللي موجودة في جامعة أوراديا الرومانية. واحنا بنقول الرسوم دي وارد جدا انها تزيد، لان احنا هنقول الرسوم اللي موجودة بتاعت العام الماضي، ووارد انها تزيد او تفضل زي ما هي في العام الحالي. احنا نقدر ندرس الطب باللغة الانجليزية في جامعة أوراديا برسوم تقريبا 6000 يورو،
اما رسوم الهندسه فبتبدا تقريبا من 3000 يورو، وباقي التخصصات بنتكلم من 2700 ل 5000 يورو على حسب التخصص اللي انت هتدرسه. طيب ايه هي شروط القبول في جامعه اوراديا؟ ازاي اقدم واتقبل في جامعه اوراديا في رومانيا؟ اول حاجه طبعا احنا محتاجين شهاده الثانويه العامه تكون مترجمه وموثقه، وطبعا بتترجم الى اللغه الرومانيه او اللغه الانجليزيه. تاني حاجه هي اول 4 صفحات من جواز السفر، وبعدين شهاده الميلاد والشهاده الطبيه اللي بتتجاب من اي مستشفى قريبه منك، واخر حاجه لو هتدرس بالانجليزي يبقى معاك شهاده لغه زي توفل او ايلتس او انك تعمل اختبار كفاءه لغه. وكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو، وارجع دلوقتي افتكر تاني النقطه اللي اتكلمنا عنها. لو انت مجموعك مش 75% او اقل من 70% وعايز تدرس طب بشري في جامعه اوراديا، اقول لك ازاي تقدر تتقبل فيها. لو قدمت من خلالنا على جامعه اوراديا وانت مجموعك اقل من 70% على الطب البشري، نقدر نامن لك قبولك بنسبه كبيره جدا في جامعه اوراديا لدراسه الطب البشري باللغه الانجليزيه. كل اللي عليك بس انك تتواصل معانا وتبعت لنا ورقك ونقول لك بالظبط تعمل ايه. وخلينا افكرك تتواصل معانا ازاي، من خلال الارقام اللي موجوده في صندوق الوصف او من خلال الارقام اللي موجوده قدامك دلوقتي على الشريط. وبكده نبقى اتكلمنا في كل التفاصيل المتعلقه بجامعه اوراديا اللي موجوده في رومانيا، اتكلمنا عن الاسعار وعن التكلفه وعن التخصصات اللي موجوده والكليات اللي موجوده في جامعه اوراديا. ما تنساش تتواصل معانا لو حابب تستفسر عن اي حاجه، وكان معاكم ابرام من الخوارزمي اكاديمي. سلام.